اهلا بحضرتكم مره اخرى. يسعدني ان يكون معي العالم الكبير والعزيز والغالي اللي بيسعدني دايما وبيشرفني انه لما يجي مصر يعني نخطف من وقته بعض الساعات. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك. منور بلدك. الله يكرمك. طبعا انا يعني بس انا قلت للدكتور على في الفاصل على تصريح الدكتور خالد فهمي وزير البيئه بحكي بخصوص حكايه الفوسفات مفيد للميه. هنوزع على كل مواطن جيرك الفوسفات ويشربوا الميه. حسيتك عندك درايه بالحكايه دي ولا دي مش تخصصك؟ لا مش تخصص طبعا، بس انت عارف ان اي ماده ممكن فيها حاجات كيميائيه تدوب في الميه يبقى خطيره، واحنا ناسيين النيل خالص. يعني انا في نظري دي صفه من الصفات العديده اللي بتقول ان احنا ازاي نسيب النيل في الحاله اللي هو فيها دي. يعني دي كويس ان اللي حصل حصل. الرئيس امبارح او اول امبارح اهتم بالحكايه، عمل حاجه اسمها وثيقه النيل. برافو. وبدا حمله لتطهير النيل من كل اللي فيه، ودي مهمه جدا. ليه؟ لان اجدادنا القدماء المصريين من الحاجات اللي كان بيحلف فيها عشان يروح الجنه يحترم عشان امال ايه قبل ما والا لن يقابل الالهه. يعني يقول لما اقتل احدا ولا ما اعمل كذا واعمل كذا، ويقول ولم ألوث النهر، وده في الدستور. يعني ما كده احنا واحنا شايفين النيل والترع الاساسيه وكل الحاجات دي متلوثه بشكل يعني. بس هي برضو في جزء فيها دكتور الجهل، عدم الثقافه. يعني مثلا الراجل هيودي البقره بتاعته فين لما تموت؟ هيزقها في الميه. صح. هي عم الجاموسه فين والحمار فين؟ دي في الميه. يدفنها. يدفنها في الارض. ما علمناهوش. نقول له عشان دي ما تعمل بلاوي في الميه، حد تاني هيشرب الميه دي بعدين. عايزين نشتغل على الحكايه دي يا دكتور. انا بعمل فقره اسمها لسه ما عملتهاش، بعملها اول مره مع حضرتك. بتجرب فيا؟ طيب. لا مش بجربها. ده انا بحاول اقتحم في شخصيتك مناطق ربما يكون ما حدش اقتحمها قبل كده، ما اعرفش. حضرتك هتقول لي وليه؟ ده انت راجل طيب وبتحبيني يعني. لا ده انا بس عشان نتعرف عليك اكتر. لان انت كعالم الحمد لله العالم كله يعرف مين هو فاروق الباز، ودي شيء مشرفنا كلنا. لكن انت والدكتور اسامه كان راجل عظيم يعني. وبعدين ليك مشوار كده يعني فيه تفاصيل كتير، فهنعمل ورد وشوك ولحظة شوق. ايه الايام الورد في حياتك؟ ما رضيتش اعمل ابيض واسود، نقول لك كلام يوم ابيض ويوم اسود، لا. فايه يوم الورد في حياتك؟ ايام الورد في حياتك وهي الحمد لله كثيره. ضروري كان في ايام شوك. ضروري عندك لحظه شوق لشيء ما. عندك. ما فيش شك. موافق. كل حد كده. طب يلا بينا. طيب. طب يا ريت. طب كويس. مع الوزير مساء الخير. مع الوزير. اهلا. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. ومساء الخير الدكتور استاذنا الدكتور فاروق البازي. اهلا بيك. مساء الخير. معالي وزير البيئه. اهلا بيك. انا بس احب اعلق تعليق بسيط يا محمود بيه. يا ريت يا دكتور. انا عايز بس الكلام اللي اتقال هو كان موجود في كان رد في مداخله في برنامج للبرنامج احدى القنوات الفضائيه. لبنى. كان عسل. الكلام مع لبنى. وايو بالظبط كده. وكان الكلام في الاول والاخر كان على شحنه الفوسفات اللي غرقت في نهر النيل. تمام. محدش طبعا بيقول ان دي حاجه جيده طبعا، لان كلنا شغالين على مشاكل تلوث نهر النيل. احنا من ناحيتنا شغالين على الصرف الصناعي. محدش قال ابدا ان حاجه كويسه، ولكن انا طمنت الناس ان دي شحنه من ثلاثي اكسيد الفوسفات، وان هو شحيح الذوبان في الماء، والسيفتي شيت بتاعته كويس بتخلينا نطمئن لحين انتشاله. طيب بس هو قلت لها ان في بعض البلاد بيبقى من الممكن ان احنا نستخدم الفوسفات وفي انواع اخرى للفوسفات لحس او لزياده الطحالب، وده بيكون ليه اثار يعني، لان هو ماده مغذيه في الاخر او اخر بتركيزات معينه طبعا وفي اطار معين. انا ما قلتش ان الفوسفات نرميه في النيل، وما قلتش ان كل واحد ياخد شركل لا 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 او اثنين فوسفات يشربوا من الصبح. لا يا دكتور. طيب طبعا دي حاجه بديهيه طبعا. معالي الوزير. معالي الوزير يعني. انا سيادتك التصريح اللي عندي اللي مكتوب في اليوم السابق ان سيادتك قلت ان عنصر الفوسفات لا يشكل اي خطوره على المياه. ادي نص. النص الثاني في برنامج الحياه مع لبنى عسل اللي اتقال في الكلام السابق ان ثلاثي الفوسفات شحيح الذوبان حيث انه يتحجر في المياه. التصريحين عكس بعض. قلت ان في امريكا اللاتينيه بتحط فوسفات في الميه عشان حاجات معينه.
ده كلام سيادتك اللي انا قريته. فالكلام الكلام على حد علمي، وانا قلت حتى هسال الدكتور فاروق الباز، على حد علمي كلام يبدو غريبا يعني، لكني قلت انا مش هعلق عليه، انما هنسمع كلام الدكتور فاروق الباز بس. وده طبعا حاجه تشرفنا كلنا، لكن زي ما بقول لسيادتك ان الكلام اللي اتقال هو اللي في مع مدام لبنى عسل، وكنا بنتكلم على شحنه الفوسفات اللي موجوده في قاع اللي موجوده في نهر النيل حاليا. تمام. كنا بنتكلم ان دي حاجه النوع الخام اللي موجود واللي كان بينقل وللاسف غرق في نهر النيل هو نوع شحيح الذوبان في الماء. لا كويس سياده الوزير. نعم. وقلت يا فندم، ما انا قررت لسيادتك وقلت ان في بعض بلاد امريكا اللاتينيه بيتم استخدام الفوسفات لعوامل التغذيه، بس ده طبعا مش معناه معالي الوزير مش معناه يبتزا ويقول لك ان ارمي بقى الفوسفات في المايه في كل حته. لا ما لازم انا لازم يبقى تعليق كده معالي الوزير، لانه لانه سيادتك وزير بيئه ولديك القرار قبل مني. القرار بيقول ايه؟ ممنوع سير هذه الاشياء عبر النيل، ممنوع. لا يا فندم الفوسفات مش ممنوع يا فندم، الفوسفات مش ممنوع في نهر النيل، لان كل وزاره بتطلع قائمه المواد الخطره والمخالفات الخطره اللي يجب نقلها، ووزاره الري على كل على كل حال. لكن الفوسفات يا فندم مش من المواد الخطره. ده كلام بقى، ده كلام سياده الوزير، سيادتك ناقشه مع سياده الوزير حسام مرزي. انا سمعت يا فندم اللي حسام بيقاله، واحنا لسه مجتمعين مع بعض عشان الكلام ده. الفوسفات مش ماده خطره. اسمح لي سياده الوزير، الفوسفات تبع السيفتي شيت. اسمح لي سياده الوزير، قليله الذوبان في الماء، لكن لو كبريت هنتكلم، لو اي حاجه ثانيه هنتكلم. تمام. انا كمواطن اقرا تصريح لوزير عزيز ونقدره زي حضرتك، وبعدين اقرا تصريح تاني لوزير بنقدره وبنعزه زي حضرتك برضه. لا هو مش تعارض يا فندم، لان السيد الوزير حسام مغادي لم يذكر الانواع. انا سمعته يا فندم. مش بتكلم على الانواع يا فندم، مش بتكلم على الانواع. ان هو في هذه المناسبه قال هذا التصريح انه ممنوع مرور الحاجات الخطره. يبقى ده معناه ايه؟ يبقى ده معناه ايه؟ ما هو الفوسفات مش خطر يا فندم. الفوسفات مش من المواد الخطره يا طب سيادتك، يبقى قول المعلومه ديت يوم الاربعاء الجاي لحسام مغازي في اجتماع مجلس الوزراء. لا يا فندم انا بقولها له من دلوقتي، بس هو ما قالش ان الفوسفات خطر يا فندم. لا انا كنت سامع وكنت ومعاه. لا يعني هو سياده الوزير، سياده الوزير، ولكن احنا بنتكلم على الكبريت، بنتكلم على الكلينكر كويس، دي المواد اللي احنا بنتكلم انها خطر انها تبقى موجوده في نهر النيل. يعني انت شايف ان سقوط هذه الحموله داخل النيل لا يمثل ادنى خطوره؟ لا طبعا، لا طبعا يا فندم، ولكن لما يكون في ذعر في البلد يجب الناس تعرف ان مع ان حادث حصل، ولكن الحمد لله ان الفوسفات اللي موجود شحيح الذوبان في الماء، لان الناس كانت بتقول لك ان المايه هتتلوث. هختصر مع سيادتك، هختصر مع سيادتك، عايز اجابه. الحادثه اللي حصلت دي حاجه تقلق ولا حاجه عملها يعني؟ لا طبعا، مين قال لسيادتك ان كلنا مش قلقانين؟ طب ما انت قلقانين، قاعدين قلقانين طبعا، قلقانين لان احنا عايزين نسيطر على النقل في نهر النيل. على ايه؟ على النقل في نهر النيل. الله، يعني هو ممنوع يتنقل؟ لا مش ممنوع يتنقل يا محمود بيه، لكن طيب. في مواد اخرى مقترح انها تتنقل، ودي خطره. هذه قضية بقى نتكلم فيها بقى. طبعا. ان شاء الله معالي الوزير، انا بشكرك لاهتمامك، شكرا جزيلا. انت ما سالتش الكلمه ما سالتش في الكلمه المهمه جدا. شحيح الذوبان. شحيح يعني ايه؟ يعني يزول شويه شويه شويه، يعني شويه دي ايه؟ هو سيادتك يعني مع كل تقديري مع الوزير، احنا فهمنا ان هي ما فيش خطوره، وفهمنا ان هي خطر. فالموضوع انا كنت بقول، أنا فاكر السيد صفوت الشريف يعني لما حصل زلزال 92، فطلع بعد ربع ساعة لك البلد تمام. ليه يا جدعان ده زلزال؟ ما تستنوا. يعني أنا السرعة في إدلاء التصريحات دي مسألة في منتهى الخطورة. يعني لابد نتأمل الحادثة، ونتأمل حضرتك عندك أربع بنات ربنا يخليهم. أنت مين بقى؟ أنت طلعت إزاي كده؟ طلعت ازاي كده؟ في وسط العيله كده، انا كنت في الوسط خالص يعني، كان المفروض. والدك كان بيشتغل ايه؟ كان مدرس في الازهر الشريف يعني، كان في المعاهد الدينيه، كان مدرس هو لغه عربيه يعني ولا مدرس لغه عربيه ودين وفقه الاسلامي، ومش بالفقه الاسلامي يعني القانون الاسلامي نفسه. انت منين اصلا؟ احنا من بلد صغيره خالص اسمها توخ الاقلام، في مركز السنبلاوين في الدقهليه كويس، بس جنب الشرقيه على طول.
اول ما والدي خد 16 سنه يتعلم في الازهر هنا في القاهره، وبعدين اتعين معيق ما بدرس في الازهر في الزقازيق. كويس. وبعدين انا اتولدت هناك، انا اتولدت في الزقازيق، انا الشرقاوي في الارياف، في الارياف في الزقازيق. عشان كم سنه بقى؟ سنتين بس. بس ودخلتش كتاب بقى؟ لا لسه، كنت لسه بحبه. كويس. وبعدين والدي اتنقلي عشان يدرس في المعهد دمياط. كويس. من المعهد الديني بدمياط، وقعد هناك مده طويله قوي. لما انا رحت عشت بقى انت في دمياط كتير. دمياط اتعلمت في دمياط. ده اتعلمت في دمياط من اول قبل الروضه يعني، من سنه 3 سنين لحد ما خلصت الابتدائي. يبقى دخلت الكتاب؟ لا ما دخلناش الكتاب الحقيقه. ما دخلتش كتاب. اسامه عمل لي حاجه زي كده بدل الكتاب. اه كويس. عمل لك ايه بقى؟ عمل لي بيها ايه اسامه؟ طبعا ده دكتور اسامه البازي عليه رحمه الله. كان بيقول لوالدي ان فاروق شاطر انا حديله. عرف منين انك شاطر؟ كنا بهبش كده في الحاجات يعني، كنت ساعات كده اطلع يعني. والدي نفسه كان يقول الواد فاروق ده هيطلع ذكي قوي، الواد ده هيطلع شاطر. كنت بتعمل ايه يا فاروق؟ العمله اللي انا كنت عملتها اللي هم اخواتي كلهم عارفينها، ان انا جبت صور من مجلات كانوا بيرموها في الزباله، انا اخذت الصور دي وقصيتها وعملت لنفسي كده تابلو ورقه بيضه، وحطيت عليها الصور بلطف كده وظرف، وكتبت تحتهم ايه الصور دي. كان في راجل شعره كبير قوي كده يقول رجل مربي شعره، والراجل اللي جنبه شعره قصير قوي، فقلت رجل غير مربي شعره، واللي جنبه كان راجل لابس برنيت، فقلت رجل لا نعرفه. اخواتي الكبار معديين ايه ده، وقعدوا يهزروا كده يقول انت بتعمل ايه يا سيدي؟ اسامه الباز لمح اللي احلى زيت كذا. لا مش اسامه، والدي الله يرحمه معدي على الشله دي، قال لهم ما تسيبوه يا اولاد ده هيطلع كويس في التصنيف. في التصنيف. ما تضحكوش عليه يا اولاد. المهم في الوقت ده اسامه قال لك ايه؟ ما انت قلت الدكتور اسامه قال لي. اسامه قال لابويا على طول بينه وبينه ان فاروق ده شاطر، انا هعلمه كل الدروس بتاع سنه اولى ابتدائي وادخله ثاني ابتدائي على طول. ابويا قال له يا شيخ انت عادي هاخد له الدروس كلها سنه ثانيه. المهم فاتفق معايا. اسامه بقى فرق بينك وبين 10 سنين مثلا؟ قول كده. لا 7. اه يا لان كان بينه وبينه 2 يعني، هو كان مثلا في ثانويه مثلا اهو كده مثلا. فخد الدروس بتاعه سنه اولى ابتدائي وقعد يعلمني في الصيف. انا كان لي اخ اكبر مني انا على طول اسمه عصام، كان ضابط جيش بعدين يعني. بس عصام ده كان لعبي وانا كنت احب العب معاه وانا صغير. فكان في اسامه في الصبح، كان الصبح بتاع اسامه يقعد يعلمني دروس بتاعه سنه اولى ابتدائي، وبعد الظهر انا اروح العب مع عصام. فاخدت الصيفيه كلها كده وانتظمت عشان اعرف العب مع عصام، كنت بذاكر كويس خالص عشان كل اللي بيقولوا لي اسامه يعمل. اسامه راح لوالدي يقول له خلاص فاروق خلص كل الدروس بتاع السنه الاولى يدخل سنه ثانيه على طول. ابويا قال له يا شيخ هيدخل سنه ثانيه زي ما انت، انا هروح اقول للناظر المدرسه. ابويا خدني وراح على ناظر المدرسه وقال له اخوك كبير بيقول له عمل وعمل. فالناظر ضحك وقال طب ما احنا نمتحنه يعرفه. يا ما نمتحنه ونشوف يعني. امتحنوني في نفس اليوم، جابوا المدرسين وقعدوا يمتحنوني في الرياضيات وده وده وده، الرياضه في الجامعه وطرح كذا وكذا ونجحت. الناظر ابويا جه راح الشغل بتاعه، جه اخر النهار الناظر قال له ده نجح، احنا هندخله سنه ثانيه. الله تقول. فدي يعني كان سبب ان انا اتخرجت من الجامعه وانا سني 20 سنه. فرقت معاك السنه كامله. بس خلي بالك ده يمكن الطالب الوحيد في مصر اللي ما دخلش اولى ابتدائي. عشان اخوه الكبير علمه. بعدين كانت فين بقى مناطق الورد في حياتك؟ كانت في مناطق الشوق في حياتك؟ يعني ايه المناطق اللي كانت نورت قوي في حياتك يا دكتور؟ مناطق الورد كلها كانت في الصغر. احنا كلنا كانت عيله منسجمه جدا مع بعض، وكنا ماشيين يعني بنتمتع بالحياه. دكتور كنتوا كام اخ؟ 4 احنا 9 ما شاء الله. اه 9 ذكور؟ لا ستة اولاد وثلاث بنات. من ام واحد؟ من ام واحد ما شاء الله. يا كان زمان كده. اه طبعا. وكنا يعني في عيلة مترابطة كلية وتماما. والدتي الله يرحمها كما تعلمتش، كان هي بتروح المدرسة مع أخوها الكبير، وكانت هي اللي بتجاوب المدرس، وأخوها الكبير ما بيتجاوبش، وكان المدرس يقول لي خيبتك أختك بتعرف، أختك أصغر منك وبتعرف ترد وأنت مش عارف. أخوها الكبير كان يروح يعيط لأبوه، وأبوه كان عمدة وعايز يبقى ابنه عمدة. عادة. فقالوا عادي خلي زاهي تقعد معنا، خلي روحي انت خلاص المدرسه. فما راحتش ما تعلمتش. لما كانت نبيهه جدا
يعني مخها سياسي من احسن ما يمكن، مخها رياضي من احسن ما يمكن، يعني ما تعلمتش خالص. انا والدي الله يرحمه علمها تقرا وتكتب وانا في لما دخلت الجامعه. أول سنة ما دخلت الجامعة كنت بروح الجامعة واجي متأخر بعد الظهر. ما تيجي دمياط برضو؟ لا، لما جينا القاهرة. جيت القاهرة لما جينا القاهرة عشان أسامة دخل كلية جامعة القاهرة على كلية حقوق. الدكتور أسامة هو اللي جاب الأسرة يعني. هو اللي جاب الأسرة عشان هيروح في جامعة القاهرة وهيعيش أسامة لوحده. واصل أسامة كان مدلل قوي عند والدته. لا ده سلطان، ده فنان. ده فنان، ده سلطان. وهي الوالدة هتسيبه يعيش هناك لوحده؟ لا يا أخويا. هو ده كبير. لا، كان محمد اكبر منه. محمد اكبر منه، مع ان محمد كان راح على كليه طب اسكندريه ما يهمناش، انما اسامه يروح لوحده. لا، حاله خاصه. حاله خاصه كويس. عشان هو كان يعني صديق امه وصديق ابوه، وكان يعني ماسك الاسرار العيله. فلما جينا هنا احنا على سكنتوا فين بقى في القاهره؟ في سراي القبه. يعني كان سراية القبة هنا، وفي قطر حديد اللي بيروح واحنا او كانت دي فيلا صغيره جدا، كان صاحبها الشيخ عليش، كان صديق ابويا او استاذه ادانا الفيلا دي، فيلا كويسه خالص حواليها جنينه، عشنا فيها طول حياتنا. كانت حاجه عظمه يعني، من قدام القبة على طول. بس كانت مبنى قديم، حتى دي كانت كلها فيلل وبتاع وبيوت كبيره طبعا، وحاجه نظيفه طبعا جدا وكذا. بس الفيلا كان سورها الحيطان بتاعتها عاليه جدا، وكان ست سلك كهرباء في النص في الحيط، وفيه لمبه واحده صغيره جدا، واحنا ما كناش نعرف نقرا في بالليل في تحت اللمبه الصغيره، يعني راند 25 في اخر في السقف فوق بعيد. ونسه كده بتاع الوناسه دي اللي كانوا يسموها السحريه او حاجه. لا، كنا بناخد الورق بتاعنا ونروح نقعد ندرس تحت النور الانوار اللي هي قدام القصر. كان قدام القصر جنينه حلوه قوي وعظمه قوي، حشيش محترم وقعدات حلوه خالص، وعمود في كلوب نور بتاع محترم. كنا نقعد كلها، وتلاقي طلبه الحته كلها متجمعين قاعدين ورا تحت النور ده، وبتذاكروا مش بتلعبوا. لا لا لا، بتذاكر مذاكره طيبه يعني، محترم. كان اساتذتنا كانوا اساتذتنا محترمين، وكنا نحبهم ونحترمهم، وكنا بنخاف منهم يعني. لو كنا واقفين بنهزر في الشارع والاستاذ معدي من الشارع من الناحيه الثانيه، كنا نسكت ونقف كده لحد ما يعدي، عشان احترام الاستاذ اللي ماشي في الشارع، ما حدش يظهر، ولا كنا بخم السيجاره ولا بنعمل، هو يخبيها وتسكت عشان احترام المدرس اللي ماشي قدامك. كان الاستاذ ده حاجه تانية خالص، كان عندنا راجل محترم زي الوالد كده. صحيح طبعا. بس كانوا بيعلمونا. طيب المناطق بقى اللي انت لما حضرتك تسترجع كده وانت راكب طياره، ونعرف ان وقتك ضيق انك تقعد تفكر، يعني ايه المناطق المعلمه قوي في ذهنك مثلا من الوالده، من الوالد، من الدكتور اسامه، من ضابط عصام، مظبوط، من علمك من في الجامعه، بعدين ننتقل للبنات ان شاء الله. كل واحد منهم او كل حاله منهم اثرت على حياتي في الشكه. والدي الله يرحمه مثلا واحنا صغيرين خالص، كان بالليل يجي يجمعنا كلنا كده قبل العشاء عشان يقول لنا قصه او يقرا لنا حاجه. يا سلام. والله كان في البيت عنده والام موجوده مكتبه. امال ايه والام يعني الاسره كلها. امال ايه والام بتروح تطبخ حاجه عشان تجيب لنا على العشاء، انما هو قبل العشاء كده بعدين هو يروح يجيب يصلي المغرب ولا حاجه ولا العشاء، ويروح على المكتبه بتاعته. كان مكتبه فيها غطاء ازاز يعني، انت عارف طبعا، عشان يحمي الكتب من التراب، عشان يحمي الكتب، ويجيب الكتاب منهم ويروح قاعد واحنا قاعدين قدامه كده، ويروح حاطط الكتاب على حجره وهو ماسك كده، وبعدين ينظف كده البتاع يعني احتراما للكتاب. يا سلام. واحنا نازلين نبص على ايده كده بيعمل يعني يطمن كليته تماما ان مفيش ولا ترابايه على الكتاب ده، لان ده حاجه مهمه جدا الكتاب. ده الغلاف من الغلاف ولا كده، وبيعملها ما بيقولش حاجه، انما بيعمل كده قدامنا بيوريك بيورينا، وبعدين يروح فاتح ويروح قال لنا قصه لطيفه. غزوه بدر حاجه كده، من كذا، من حد فلاني، من قصص تاريخ مصر، اي حاجه، انما يقعد هو يقراها ويقول ويدود شويه ويقلل شويه ويزود شويه ويشرح شويه وكذا، واحنا قاعدين. لما يجي العشاء نقعد نتعشى ونتكلم في القصه اللي هو حكاها لنا دي. تمام. فده الوالد كان دعا. هو لا قال لك انا بعلمك ولا بفهمك الدنيا ولا حاجه خالص، بس كان يقول ايه بقى؟ من يعلم فعليه. انا كان بيتكلم العربي الفصحى، متعلم بقى 16 سنه في الازهر. كان يقول من يعلم فعليه ان يعلم الناس، والا فلا نفع في علمه. صحيح.
انت لو اتعلمت حاجة هتقول للناس، وإلا انت اتعلمت مفيش فايدة في تعليمك. صحيح. ولو ما عندكش القدرة انك توصل ده للناس بس. يبقى عندك مشكلة برضه. صح. طيب وبعدين بقى دكتور اتخرجت من الجامعة؟ اتخرجنا من الجامعة ورحنا خدت انا بقيت معيد في جامعة أسيوط. كانت جامعة جديدة خالص، خدوا أحسن الخريجين خمسة وعلمونا نروح نبقى معيدين في جامعة أسيوط لأن جامعة جديدة وغصبوا علينا إحنا يعني. ممنوعين نبقى في معيدين في القاهرة ولا عين شمس، لا كلنا لازم نروح على أسيوط. رحنا أسيوط وشعرنا بقى إن إحنا بنبني جامعة جديدة وبنعمل فيها كذا. أنا كنت بشتغل هناك لحد الساعة 2 بالليل. أنا كنت يعني متطوع إن أعمل المعرض بتاع الصخور للطلبة، وانا اللي حتقلنا احنا اللي جبنا البوخ. كان ظهر عليك بقى اي حاجه يعني؟ كان ظهر عليك يعني انت حسيت انك انت فيك حاجه؟ لا، واد مصري كويس خالص، مهتم جدا بنفسه وبالعلمه وزمايله واصحابه والناس بتحبه هو، والناس بيحب الناس وبيحب بلده. لا مره ولا متربي ولا دنيا ولا اي ولا دعوه بكده. خلص 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 خالص. ولا نعرف ولا حد عارف مننا حاجه. اشتغلت معيد في اسيوط ولا اننا عارف استاذ استاذ وخلاص يعني. كويس. بعدين جت في عهد الرئيس عبد الناصر انهم يعملوا بعثات خارج البلاد. طبعا على طول كان فيه كده. اول بعثات جت من روسيا كلها، كانت جت بعثات في روسيا وقالوا لنا تقدموا بتاع. وانا رحت نزلت القاهره، كنت بروح القاهره برجع كل 3 اشهر ولا حاجه من اسيوط، عشان كنت كانوا بيدولنا احنا مرتب المعيد كان 12 جنيه بس المعيدين بتوع اسيوط كانوا بياخدوا 17 جنيه الخمس جنيه بدل المعيشه، لانك هتروح هناك وانت مش من عيلت، مش هتعيش في عيلتك، ما عندكش مبنى سكن يعني. ما سكن ولا شيء يعني، مأجر شقه. امال ايه؟ وبنعمل طبخ بتاعنا وكله. بتعرف تطبخ؟ امال ايه؟ والوالده الله يرحمها كانت معلمانا جميعا، صبيان وبنات، ما فيش حد مسح البلاط. إيه؟ كلنا اشتغل في البيت، نمسح البلاط، ننظف دي، نبني كذا، ناكل نطبخ، اشتري البصل. امال ايه؟ كلنا زي بعض، ما كانش عندها فرق. يعني عصام تجيب الرجاله يقطعوا بصل. فاروق اسرع البشر يا ليلى، روح اعمل كذا، حازم روح اعمل كذا كده. ما عادش عندها ولا ده ولا ده ولا ده. يعني على اتعلمت تنظف البيت وتطبخ، تنظف البيت وامسح البلاط واعمل كذا. اللي عندها يتعمل، اللي تشوفه اللي معدي. مع ان انت واضح ان انت ظروفكم الماديه كانت كويسه. لا، ما استاذ من الشيخ، شيخ معهد يعني، موظف يعني، عندكم يعني مدرس. كنت شغاله ولا حاجه؟ مدرس؟ لا، ما كانتش شغاله. كان تشتغلوا انتوا في البيت؟ احنا شغالين. وتسوي سريرك والحاجات دي؟ نسوي سريرنا ونعمل كذا. انا ما نمتش على سرير حقيقه طول الثانوي. ما نمتش على سرير طول الثانوي. كل مره كان في ثانوي احنا، انا وعصام كنا بنجيب مخده طويله كده، كانت مخدات طويله كده بتاع زمان اللي عارفه المخده السرير الواحده دي. السرير الواحده دي كنا بنجيب السرير ده ونحط المخده دي على السجاده بتاع الصالون عشان فيها سجاده في الارض. طبعا. واحنا بننام هناك وخلص كده. ليه؟ ما عندناش اوض فيها. كان في اوضه، كان اوضه ابويا وامي يعني عندهم اوضه. البنات عندهم اوضه. طبعا. ما عندنا 3 بنات. والصبيان ومحمد واسامه الكبار قوي دول معلمين. دول معلمين؟ دول معلمين، دول لهم اوضه. فاحنا رحنا في الرجلين. في المطبخ بقى، في الحمام، في اي حاجه. رحنا في الرجلين. فانا بقى سيدي وخلاص باشا. بس ما تعترضش، ما تقولش اخويا نايم، ما تتكلموش. اقول له اخويا نايم؟ انت عايز ده انت نايم في اوضه، ده انت نايم على سجاده يعني. مش وفي عز ده انت عرفت تتعلم حاجات كويسه وانت في ثانوي، ودي طبعا مخك بتشكل جامد. ما انت بتدرس كويس، وانت شاعر ان العلم مهم والمعرفه مهمه. يعني انا دلوقتي لحد النهارده بقرا عده كتب كل شهر عشان بفتكر ابويا اللي كان بيجيب كل الكتاب ده وبيحيي الكتاب. معناها ان انا لازم، معنى كده ان الكتب مش في مجال علمك ولا حد خالص. ولا انا بقرا تاريخ، بقرا كده. انا مراتي في تاريخ الفنون بتجيب كتب كتير قوي في تاريخ الفنون، بقرا في تاريخ الفنون، بقرا في كذا، كل اي كتاب يضيف لك شيئا. كويس. يس. بعدين سيادتك بقى رحت، حصل لك التحول بقى، بقيت فاروق الباز المصري وبقيت العالمي. ايه التحول ده حصل ازاي؟ حصل يا سيدي الكريم لما انا اسامه كنت هروح لروسيا. انا قدمت، جات لك البعثه روسيا. انا روسي، اسامه كان بقى في الخارجيه وكان سافر روسيا واوروبا وامريكا وكذا. عنده فكره. قال لي اوعى تروح على روسيا. قال لي انت ما تقدمش البتاع دي، ده انت جيولوجي، ده انت طول عمرك عايز تروح الجبل وتعمل كذا. انت رحت في روسيا هيقعدوك في موسكو ولا هتشوف البلد ولا هتشوف جيولوجيا خالص. خليك لما يجي لك بتاع ده بعثه في اوروبا ولا امريكا.
انا قلت هو راجل فاهم وعارف وسافر وشاف. وهو دكتور ايه اللي دخله للخارجيه؟ اسامه؟ يعني كان في واسطه في معرفه ولا هو معرفه ولا عمرنا عندنا واسطات احنا خالص ما عندناش. دخل خارجيه على طول كده؟ لا هو اتخرج من الحقوق كان كويس خالص, اتعين من الاوائل في النيابه. اتعين في النيابه, اتعين في النيابه بقى وكيل نيابه, وبقى وكيل نيابه الويلي وكان محترم جدا في النيابه. الخارجيه اعلنت انهم هياخدوا ناس من الحقوق من النيابه ساملت تقدم واتخذوه على طول ودخل. الولد لا تدخل ولا كلم حد ولا نعرف الولد هيتدخل مع مين ولا شفناش ما قمرنا مع يعني اتقبل بكفاءته على طول. ده في الخمسينات طبعا. ايوه كويس. المهم انا قلت كده, انا عمل قال لي كده فانا قلت الراجل مسافر وكذا خلاص بلا هوصل ادم انا مش شغال في اسيوط كويس خلاص وانا ما استنى لما تيجي بعثه. جت بعثه جت ما جتش. انت بتسمع كلام الدكتور اسامه؟ امال ايه؟ اخويا الكبير وكان يعني علاقتي بيه عنده وفاهم وانا عارفه فاهم وظريف وقلبه عليا فقلت خلاص هو خد هو عارف القصه دي بلاش بلا روسيا بلا باب. انا هستنى لما تشوف جت وعسى جت ما جتش زي ما انا عندي. انا استاذي محترم جدا في اسيوط وانا مبسوط خالص وانا يعني. فالمهم جت بعثات جديده 17 جنيه. انا كنت اكمل الخمسه دول كانوا زياده اضافه انا كنت بحوشهم عشان اديهم لابوي. كنت كل 3 اشهر اروح معاه. ليه كان الولد خمسه وخمسه وخمسه ساب الشغل؟ لسه عايش. لا كان لسه عايش. ساب الشغل؟ لا كان لسه عايش بيشتغل. بتديله ليه فلوس؟ عشان العيال التانيين ما هو بقى فيه خربطت عيالته في البعدين. يعني بدات انت والدكتور اسامه تساعد الاسره. امال ايه؟ كلنا بنعمل كده. ما انا باخد 17 جنيه وانا عايش زي زمايلي المعيدين كانوا عايشين في مصر ب 12. انا الصعايده كانوا بيحيونا جدا. كنت الصعايده مفيش اجدع منهم. امال ايه؟ كنا بنروح في اسيوط ناجر بتاع شقه ونقول له ويقولوا لنا احنا نأجر الشقه دي بكام مثلا 2 جنيه في الشهر ولا بتاع. واحنا الراجل يقول تعالى هديها لك بجنيه. اقول له لا ما احنا هناخد. يقول لي لا انتوا جايين تعلموا اولادنا ده انا تحطكم فوق راسنا. عارف ان احنا سلام. ان احنا جايين نعلم اولادهم هيديني البتاع دي. قلت اقول له ب 2 جنيه يقول لك لا بجنيه. يعني كانوا ناس عظماء. كان في شعور كده في البلد كان عظيم. وكانت الناس محترمه على جميع المستويات مش الناس متعلمه. كانت الناس محترمة وقديرة ومصرية حقيقية. وكان تعاون واضح ان احنا هنخش في النقطة دي في مرحلة الشوك. طيب كيف سافرت إلى أمريكا بقى؟ جت لي البعثة بتاعت أمريكا بقى جت البعثات بتاعت أمريكا واحنا كنا خمسة الجيولوجيين أحسن متخرجين في الجيولوجيا في سنتنا راحوا واخدين الخمسة وبعتونا بتاعت على أمريكا الخمس الجيولوجيين اللي احنا تعيننا بتوع شله اسيوط. منحه كامله. انا سافر واكل وشرب. كنا بناخد $200 في الشهر. يعني يديك $200 في الشهر؟ لا. ويعلمك ببلاش. التعليم ببلاش $200 في الشهر. كنا بناخد منهم الاكل والمسكن والكتب والسفر. وكانوا بيكفوا في امريكا وقتها جدا. كنا ماشيين حالنا يعني انا بس. وبعدين مين لقطك بقى في امريكا؟ ولا لطان. وانا كنت عادي خالص زي بيت الشبيبه دول. اشتغلت كويس خالص وعملت كذا. وبعدين اسامه جه على امريكا ياخد الدكتوراه من جامعه هارفارد وانا نقلت من الجامعه اللي هنا عشان اقعد هناك جنبه. الدكتور خدها منها. امال ايه؟ طبعا. ورحنا هناك ونعمل كذا وانا راجعين وانا عملت كنت بحوش الفلوس دي عشان الف في امريكا كلها ازور كل المناجم بتاعت امريكا. كنا بنحوش فلوس يعني ال $200 كانوا بيكفوني. اتبقى منها شويه. من اتبقى لحالي بقى تبعت للبيت شويه بحجز. لا ما كناش بنبعت للبيت. تمام مبسوطين وماشي لحالهم. كنت بصرف الفلوس دي على رحلات في 3-4 ولايات كل صيف عشان نشوف المناجم اللي فيها وندرس مناجم وناخد عينات ونعمل كذا. كنت برتب نفسي عشان اخد عينات من جميع انواع الصخور في امريكا كلها. فكنت عندي ده لدماغك انت مش لعلمك يعني. لا انا عايز ليه؟ لان احنا واحنا طلبه في الجامعه كان العينات بتاع الصخور اللي موجوده عندنا قليله قوي. واحنا طلبه في اسيوط بدينا من غير عينات خالص. كنا نقعد نشرح للطلبه الشكل ولا هم عمرهم ما شافوه واحنا نازل نشرح له. انا كنتش عايز اعمل كده. انا كنت عايز اروح واجيب العينات عشان وده كذا وده من هنا دي متغيره كذا موجوده. فقعدت اجمع العينات دي كلها. خدت الدكتوراه من هنا. الاستاذي جه اتنقل على جامعه هايدلبرج وقال لي انا في ايدي ان اجيبك على جامعه هايدلبرج تقعد سنتين تكتب الرساله وتنشرها وتقعد عندي وبعد قبل ما تروح على مصر. فانا قلت سنتين في هايدلبرج معناها ان انا اقدر ازور جميع مناجم اوروبا.
في ألمانيا وفرنسا مش كده واللي كده واللي كده يعني أمريكا، أنت في أمريكا يعني جات لك الفرصة تتفسح، أنت فكرت تزور المناجم من العينات بكل حاجة. المهم عملت أنا الناس جمعت أربع أنان صخور، أربعة طن صخور جاهزين بقى نعلم، كنت عايز أعمل مدرسة أنا بيني وبين نفسي. أربعة طن حطيتهم فين دول؟ أربعة طن صخور في علب بتاع خراتين خشب بتوعك. ومراتي كانت حامل الله يخمسيها بالخير، وكانت تيجي بعد الظهر تلب. انت اتجوزت المدام عن قصه حب ولا؟ امال ايه؟ حط الورق العينه وتلفها بورق عشان ابقى اقول لها عشان ما يخبطوش في بعض وكذا، وانا وهي حامل. المهم انا جيت، انا جاي بقى على مصر راجع، كان قصدي ان انا اعمل مدرسه في الجيولوجيا الاقتصاديه ليس لها مثيل في العالم. سنة كام يا دكتور؟ سنة 65 كويس. ده 65 تمام. أنا جاي أعمل مدرسة في الجيولوجيا الاقتصادية ليس لها مثيل في العالم، لأن أنا قادر. ليه؟ لأن أنا اتعلمت على أحسن أساتذة وشفت كل مناجم الدين المهمة كلها بتاعت أمريكا وبتاعت والثلاث دور في أوروبا. وراجع معايا 14 صخور، وكنت جايب معايا الميكروسكوب والتلسكوب بتاع الكذا كل جايب معايا كل حاجة. فلوسي كلها كنت بصرفها على دي وانا جاهز كويس. بس يا بيه ما اتعملش الشوك جه بقى ازاي لما انا جيت هنا وقالوا لي في الوزاره ان انا مفروض ادرس كيمياء في المعهد العالي بالسويس. انا عمري ما سمعت المعهد العالي بالسويس دي. انا بقول للراجل اللي معاه الدكتوراه في الجيولوجيا جاي تدرس كيمياء ازاي؟ المهم قال لي يعني يا سيدي مش هتعرف تفتح كتاب الكيمياء وتقول شابتر بشابتر وتقول للعيال؟ قلت له لا، انا بدرب عندي جيولوجيا، ما عادش الجامعات كل اقسام الجيولوجيا في البلد ما عندهاش حد متخصص في الجيولوجيا الاقتصاديه. معاك دكتوراه؟ معايا دكتوراه في الجيولوجيا. الجيولوجيا الاقتصاديه محدده كمان. كل اساتذتي القدامى كانوا عارفين ان انا رجعت بالدكتوراه بتاعتي وكانوا عايزيني في البتاع ده. يعني الرئيس جامعه اسيوط راح للوزارة يطلبني بالاسم عشان هم عايزين حد يدرس الجيولوجيا الاقتصادية وما حصلش. ليه؟ لأن أنا امتنعت إن أنا أقبل الوظيفة اللي هم قالوا لي الوظيفة. كويس. رحت ماشي. يعني قعدت سنة عاطل عن العمل بحاول. وبعدين مشيت. وبعدين مشيت. طيب وبعدين حصل اللي حصل بقى فاروق الباز وكلنا عارفين التفاصيل بعد كده. بس عايز الوقت يجري ما أعرفش ليه كده. بس عايز لحظات الشوك. ما دي يعني شوك دي انا جاي. لا حياتك انت الشخصيه. انا كان اكبر شوك في الدنيا. إيه انا راجع 64 65 دي. اه 65 دي انا يعني راجع. كسروا حلمك؟ امال ايه؟ كسروه. انا بقالي سنين بعمل كذا وعايز اعمل كذا وانا مستعد وهعمل 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 وهعمل، يقول لي لا ممنوع. وانا كنت عايز اشوف الوزير عشان يقول له انت، انا عايز ادرس كيمياء بناء على ايه؟ بس هو يقول لي، انا قلت كده، بس الوزير يقول لي وانا اروح ادرس كده. طب انت ساعدت لي ده كتير، يعني انت بتشتغل بره وعينك وقلبك هنا. وكل شويه تيجي تقول عندي كذا، عايز اعمل كذا، ممر التنميه، عايز اعمل، عايز اعمل. كان اخوك عليه رحمه الله شخص مهم جدا في الدوله. كان الرجل الثاني فتره من الفترات. ما قدرش يساعدك في تحقيق حلمك في مصر. احنا كلنا مع بعض كده، ما فيش حد بيوقف للتاني في حاجه. ايه؟ ما في معلم واسطه ولا اعمل لي ولا يقول لي ولا. لا دي مش واسطه. لا دي واسطه. لا انا هيقول لي مين يعني؟ يعني اخلي اخويا اكلم رئيس دوله ولا اكلم وزير وكذا وكذا؟ لا مش اكلم وزير، هو كان قاعد جنب حسني مبارك ولا اكلم رئيس الدوله؟ اه لا عيب. وانا لا ارضاها لنفسي. ما رضيتش تعمل كده. انا لا ارضاها لنفسي. انت تطلع تكلم ولا اخواتي يرضوها لنفسهم. انا اعمل كذا واقول كذا وانا قصتي كذا وانا عايز اوصل لمين. انا بتكلم على حاجه انا شايفها وانا عاملها وانا بفكر بانها كذا، اما اروح اعمل اجيب واسطه لمين؟ ليه يعني؟ ما هم الناس كانوا بيقولوا لي ما عندكش حد يا ابني، يا من الوزير ما عندكش حد يا ابني، الوزير مش عايز يشوفك، جيب كارت من حد، جيب ورقه من حد. انا ما اعرفش حد، يعني ايه حد؟ ما عندناش. انا معايا دكتوراه من 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 احسن من. طب في لحظات شوك خاصه بيك بحضرتك شخصيا، يعني علاقه عاطفيه، علاقه انسانيه، لحظه بتوفى الوالد مثلا، في لحظات كده تمر تبقى بتعمل ومضه كده في ذهن حضرتك؟ في الاول واحده كده كانت لما توفى الوالد وانا ما قدرتش اشاكي.
كنت في امريكا. في امريكا وانا طالب ومرتبي قد ايه ولا كنت في 200 دولار السفر ده يعني كان معانا تذكره رايح في سنه 64 وراجع في سنه كذا ما فيش كان كده على ايامنا كان كده. عرفت الخبر ازاي؟ الولاد في التليفون ولا لا؟ اسامه بعت لي جواب والجوابات كانت بتاخر قوي. جالي بعدها بعد ما الولد توفى بثلاث اسابيع كده ولا حاجه. فاخدت الجواب وقعدت في رحت مشيت في الغيط بعيد عن المدينه وقعدت هناك كده عيط ابكي لنفسي واترحم على الوالد وخلصت. بتبقى يعني عايز اروح ابويا مات وعايز اشوف وما قدرش. طب برضو لحظات انا بدعبس معاك كده على لحظات الشوك. يعني انت انجبت ما شاء الله اربع بنات. كان نفسك في ولد؟ لا عمري. عمرك؟ عمري. انا اصلا كنت بحب بنات لاخواتنا لان انا البنات جم ورايا انا على طول. لا انت متربي بطريقه غريبه قوي بتنظف المطبخ وبتنظف الحمام يا والبنات جم ورايا على طول. وكانت العيله بتاع الفلاحين كانوا بيجوا عند والدتي يساعدوها هي اثناء الولاده وقالوا ان فاروق قفل باب الولاد وفتح باب البنات. ختمت انت الصبيان. انا ختمت الصبيان سبب ورحت فتح باب البنات وجبت البنات. فانا قعدت كنت بتخيل كده ان انا وانا صغير وانا نازل من بطن امي بالغلط الغلط رجلي خبطت باب قفلت باب الخيال كده رحت مجرد البنات. البنات تعبوك في التربيه. ايه الفرق بين التربيه في امريكا والتربيه؟ انت ربيتهم في امريكا طبعا. هل كان في مشكله في التربيه لانك انت رجل مصري صميم يعني والولاد تربوا في امريكا بمنطق تاني بعادات تانيه بتقاليد تانيه يعني كان في مشكله في تربيتهم ولا كانت الحقيقه لا لان مراتي كانت متمشيه معايا تماما تماما كان احنا كنا عايشين في مصر وبنعلمهم كده بنقول لهم كده ومفيش هزار في القصه. بيجوا معاك؟ امال ايه بس مش عايزين يقعدوا. لا يقعد يعمل ايه هنا يعني. خلاص ما لهمش خلاص يعني عملوا الحياه هناك اتجوزوا عندهم عيال وكان عندي سبعه احفاد ما شاء الله ما شاء الله كويس جدا اربع بنات وثلاث اولاد. عندك وقت تعيش مع احفادك تقعد امال ايش ولا ما لذه الحياه. بتشتغل كم ساعه في اليوم يا دكتور؟ انا بشتغل يعني يمكن 12 ساعه في اليوم. ليه؟ انا بروح المكتب الساعه 8 وامشي 6:30 ده في المكتب ولما اروح البيت هتعشى في شغل تاني. امال ايه عندي مكتب كامل في البيت بحاله بالشغل بتاعه بالحاجات اللي فوق وبالقصه كلها بكتب بقرا رساله. حققت ايه من اللي انت كان نفسك فيه؟ حققت كتير جدا. حققت كل الناس اللي اتخرجوا على ايدي دول والناس اللي اتعلموا مني والناس اللي بيدرسوا هنا في الجامعات الناس اللي بيدرسوا في جامعات في عمان وفي الكويت وفي عمان وفي السعوديه وفي مصر في جامعه الازهر في جامعه قناه السويس في جامعه قنا يعني الناس اللي خدت المزه بتاعت العلم الحقيقيه وبيشغلوها دلوقتي بحيث ان انا بحييهم باحترام. هم دول الناتج العلمي هو ده. يجي لك لحظه تحس فيها ان انت شخص مهم؟ لا مش مهم. انا شخص ناجح. ليه؟ لان انا وده بيعمل لك بيعمل لك رضا. كل ما اشوف واد من اللي اتعلمه عندي ده بيقول محاضره عمل مش عارف ايه كذا بكذا ساعات اقرا عنهم عمل كذا ولا ابتسم. بس انت فيكم حاجه انا طبعا يعني شفت الدكتور اسامه اكتر مره فيكم حاجه انتوا الاثنين يعني طبعا انتوا اخوات فده تاثير التربيه انكم ليكم مراكز مرموقه ودايما بصرف النظر عن الدكتور اسامه كان مستشار الرئيس كان لا هو كان عقليه انا كنت احب اشوفه في المسرح بالليل وفي السينما يمشي لوحده كده وكتبوا عليه حتى في مجلات أجنبية أنه ده المسؤول المصري الوحيد اللي بعد الساعة 10 ما يعرفش رئيس الجمهورية هو فين. صح. لأنه كان يخرج يتفسح ويتبسط ويعيش في الناس. عندكم لمسة تواضع كده ما عرفش مين اللي حطها فيكم يعني ما يعني اللي يشوفك كده من بعيد ما يقولش ده لا بتمشوا ببساطة كده مين اللي حط فيكم لمسة التواضع دي؟ الوالدة. أنا صحيح ولا؟ لا صح. الوالدة. علينا كلنا كده شغل البيت شغل البيت وإضافة إلى التصرفات بتاعتها هي نفسها. كنت بقول للناس مرة قريب كده إن إحنا أنا مرة والدي جايب زوار من غير ما يقول لها كويس فجأة فجأة جايب هيتغدوا عنده الله وهي عاملة فرخة وشوية رز وشوية خضار هم دول اللي هيطلعوا هم دول في وقت الغداء هم دول اللي هيطلعوا فرخة زيادة أنتوا ما شاء الله تسعة وفرخة بتكفي كل حتت 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 وساعات على ما تعدي الحتت هو أبويا ما يطلعلوش حاجة وارد
عادي يعني مفيش ورك ولا سيلفر ده ولا لا لا لا. فالمهم تاريخ على 9 على 11 بقى. انا كنت الوحيد اللي ما جنب في البيت، فانا اللي منظمت الترابيزه وجبت الاطباق وحطيت عملت عشان الضيوف اللي قاعد والدي في الصالون وانا بودي البتاع دي. وبعدين رحت اجيب الاكل بقى، لقيت ماما عامله صينيه وحاطه فيها طبق فيه الرز وفيه كذا وكذا وكذا، وكانت حمرت الفرخه وبتاخد كده بايدها صدر الفرخه واحد نص يعني ربع الفرخه بحاله وبتشيله وبتحطه. بقول لها بتعمل ايه يا ماما؟ استني بتعمل ايه يا ماما؟ انا فاكرها هتطلع الفرخه للضيوف. قالت لي عشان السواق يا ابني، فبتاخد صدر الفرخه وبتحط كده. قلت لها سما السواق ياكل بعد بعد. قالت لي ايه؟ السواق هو اللي تعبان يا ابني، البيه بتاعه قاعد في العربيه من ورا مرتاح، السواق هو اللي تعبان، السواق ياكل الاول. خد الاكل ده واعمل له ترابيزه في الجنينه تحت في الظل، وطلع له كرسي وتجيب له ميه ويعمل كده. شوف مش انا عندي البيه الوزير اللي جاي انا احتفي بيه الاول؟ لا يا عزيزي، السواق هو اللي تعبان في السكه. إذا كان في أكل السواق هو اللي تعبان، السواق ياكل. علمتك كل حاجة من غير ما تقول ولا بكلمة. لا ما قالتلكش حاجة مباشرة خالص، ما قالتلكش خلي بالك يا فاروق كذا. لا 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 لا، السواق ياكل الأول عشان يا ابني هو اللي تعبان، البيت بتاعه قاعد في العربية من مرة مرتاح. وأنا بقيت تدخل الكلمة دي خلص. أنت فهمتها دي؟ يبقى أنت بتحيي الناس مش بمقامهم، بتحيي الناس بعملهم. هذه مهمة جدا. بس انت الحمد لله راضي مبسوط جدا. عملت فلوس كتير ولا ما عنديش؟ ولا انا عايز فلوس خالص، ولا عمري ما عملت حاجه على نفسي. يعني انا انت عايش في امريكا، امريكا غاليه يعني. امريكا باخد مرتب هايل، استاذ جامعه محترم، ما تشيلش فلوس على الاطلاق. ولا عمري عملت لها حس. المحاضرات بتاعتي كلها ببلاش، جميع المحاضرات بتاعتي ببلاش، عمري ما عملت كذا. الناس بتبعت لي تذكره على العين والراس، بس هذه انا مالي بيها، مش فلوس. وانا اعمل ايه بالفلوس؟ الفلوس ما انا مرتاح، والعيال بناتي كلهم عندهم وظائف ومرتاحين ومحترمين. طب بتفكر ان شاء الله بكره يا ربنا يديك طول العمر، بتفكر في حاجه على نفسك تعمل حاجه معينه؟ لا انا بخلص الكتاب عندي عشان الجيل الناشئ. مذكراتي عشان كانت حاجه خطيره ان اسامه ما كتبش بنفسك. امال ايه؟ اسامه ما كتبش، اسامه ما لحقش. بس اعتقد ان اميمه عندها المذكرات. لا ما عندهاش مذكرات. لا ما عندهاش عندها شويه اي كلام كده، انما هو في مذكرات حقيقيه عمره ما كتبها، وكان مصر انه لا يكتبها. يعني حتى الحاجات بتاع كام ديفيد، الحاجات طبعاً الحاجات طبعاً التاريخيه طبعاً المهمه للغايه، ده كان يتكتب. ما كتبهاش عمدا. مش عايز يقول عمدا، لان في بلاوي طبعا. يس. بس انت باين عليك تعرف شويه حاجات. انا بعرف، كنت جنب على طول الايام ما كان بيحضر الحاجات دي، وكنت بروح الفندق كده حاجه وكل ما انا ده بتاعه. أصرب أنا مين أنا؟ لا ده مش بتاعه، ده بتاع مصر. لا ده لا مش بتاعه. وأنا لو طلعتها يطلعها غلط، قريتها للناس هيقروا السطر ده ويقولوا ده. لا 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 لا، هو المفروض اللي كان يكتب. وأنا بقول جامعة هارفارد اللي هو متخرج منها، الأستاذ بتاعه طلب كلمني. أنا كنت في جامعة بوسطن، وهو يعني كان في نهر كده، جامعة بوسطن هنا وهارفارد هنا. الأستاذ بتاعه كان لسه صاحبي، قال لي فاروق يا مان تعالى هنا عايز أوريك حاجة. رحت له قال لي تعالى اتغدى معايا. رحت له قال لي قبل الغدا انا عايز اوريك حاجه. وراني اوضه في جامعه هارفارد فاضيه، فيها مكتب حلو خالص والتليفون جاهزه يعني، مكتوبها عليها من بره دكتور اسامه الباز. قال لي انا متفق مع الجامعه ان ان اسامه يجي يقعد يكتب لنا كتاب بتاع كام ديفيد، هندي له $60,000 في السنه، ندي له في سنتين، يعني كل سنه ندي له $60,000 عشان ما يبقاش محتاج حاجه، يقعد هنا يكتب الكتاب ويروح ويمشي. احنا هنطبعه في هارفارد، وهنعمل كذا واحد باسمه. واضح ان في مصايب. يا في مصايب، بس يعني تقديرك الدكتور اسامه ليه ما رضيش يكتبها؟ عشان في مصايب. مش عايز يسجلها على الناس. دكتور انا بشكرك جدا، سعيد بيك جدا. بس عايز اسالك على لحظه الشوق اللي انت مشتاقها، بتشتاق ليه؟ انا بشتاق لمصر، انا عايش بره، بشتاق للقعده بتاعتنا دي. بس الدنيا اتغيرت قوي طبعا، انما ما كان بلدنا هي اتغيرت، انحدرت وبقت دوله منحطه حاليا، وارد. ليه؟ لان تاريخ مصر بيقول يا منحطات مصر كده، تطلع وتبقى حد يجي ويصلحها وتبقى عظمه خالص، وبعدين تتبهدل في لسبب ما رئاستها تتبهدل وتنزل وتبقى في مصيبه خالص، وبعدين يجي حد زي محمد علي يروح طالع ومعلمك. كان في تاريخ مصر القديم مليانه صحيح سنين انحطاط
وبعدين قفزات. واحنا فين؟ احنا في الانحدار. يعني تحت الوقت. ليه؟ عشان ما تعرف ليه؟ عشان التعليم بتاعنا خربان، ما بنعلمش اولادنا ما يجب كيفيته. يبقى ما اذا كان التعليم بتاعك مش كويس يبقى انت في دي القاعده اللي ما فيش حد يفصل عليها. دي القاعده اللي ما حدش يفصل عليها. في كل حته في الدنيا علمنا كويس بقينا بترتفع. ما علمناش خلاص يبقى انت كفيت. شكرا جزيلا. الف شكر.